لك الكلمة سير أخويا. موضوع ثلاثتين أقول لكم أجل في الأول. موضوع ديالهم هو فيضان القاسو الفيلاج ديال تيزر في المنطقة ديال تارودان في جنوب البلاد، لما فيها 7 أطفال في واحد التيران ديال الكرة. غير الشهر اللي فات ماتوا 15 ديال الناس من طاح الجبل في منطقة مراكش. يعني السؤال، علاش هاد الكارثات اللي كيوقعوا كل مرة في بلادنا، وشنو هو السبب؟ واش الطبيعة هي الفاقد المسؤولة، ولا حتى التنهيب ديال البنية ديال التحتية؟ السؤال تومات النغ حميد، تومات حميد مرحبا، إذا بغيت تجاوب هاد السؤال هذا. اوكي، شكرا لك اخويا طاليس. طاليس شكرا على 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 السؤال وعلى الاستضافة ديالنا في البرنامج ديالك. كنحييو الناس ديال الريف وابن منطقة الريف، للناس اللي كيعتقدوا بان احنا الريف ما لا يهمه الا الريف، فهذا ريفي ويهمه ناس اخرين، امازيغ اخرين في منطقة بعيدة كل البعد عن منطقة الريف. فتحية لك أخويا. كما لا يخفى على أنا أن هذه المنطقة من المناطق اللي مهمشة المغرب الغير نافع، ذكر عند العلويين وعند الفرنسيين مناطق لا نفع فيها إلا يدعى من رخيصة والبيدوفيليا وإلى ما أرك تعرفوا الجريمة توقع في ذلك المناطق. فالمنطقة مهمشة، وبالتالي الناس منطقة ديالها ما تنهضروش على دوار، تنهضروا على منطقة مجموعة ديال الدواوير جاوا بغا يديروا تيران. المسؤولين المحليين والإقليميين والناس اللي في الرباط، وزارة التجهيز، السي رباح، ياك سنيتي عطيتي الرخصة للناس باش يموتوا، سنيتي ليهم في الرباط، عرفتيش فينا هو داك التيران اللي غيبني؟ وهذوك الناس اللي في الاقليم ما عرف، والمحليين خدموا ضحايا، انت سنيتي وصفتيهم للموت. فتحيه لك السي رباح وزير التجهيز والتخرميز، تحيه للاقليم الجهات المخصصه، تحيه للناس اللي انكم كتبعتوا بابنائكم. كيف يعقل ان ملعب يبنى كيتبنى في وسط او لا في جانب ديال الواد؟ كيفاش هاد منين جاتكم هاد الافكار؟ منين جاتكم هاد منين نتوما؟ فين نتوما كتفكروا بشي احسن من الكره الارضيه؟ كتفكروا دري صغير قول لي غنبني لك دار، واد يقول لك لا بعد من الواد وبني، ولكن نتوما زعما وخليتوا الناس بيدو ما فينا يا احنا ما لحقوش الوقايه المدنيه. الناس على الناس انا اتحدث ماشي على 7 ديال الاطفال، انا بلغني انه اكثر من 20 شخص اللي ماتوا. فلكم العزاء من الوطن، ولكن ما تخافوش صاحب الجلاله اللي في الكابون راه غادي توصلوا الرساله وغايقول لهم دفنوهم بماله الخاص، بمالكم الخاص صاحب الدجاجه. تحية لكم وتحية اللي عندها اللي بقى عندها شوية الغيرة على ذلك الوطن. ما بغيتوا شيء غتبقوا تموتوا موتة ديال الكلاب، هادو مخنوقين، ماتوا مخنوقين، راه ماشي الماء، راه الأوحال، يعني الماء مخلط بالغيس هو اللي دفن دوك الناس، دفنهم أعياء. فشكرا لك مد سادس، وشكرا قمعية دوك البرقاقة ديالك والنصابة ديالك، كنشكروك لانك تقتل ابناء الوطن ديالنا اللي ماشي ديالك. تحياتي والمايك فري. شكرا لخويا طاليس. شكرا لك توبات النخ حميد، شكرا لك، شكرا للنضال ديالك، شكرا الحقيقه اللي كتقول كل نهار في الانترنت وفي الفيديوهات، شكرا على المجهود ديالك توبات النخ حميد. السؤال توبات، علاش هاد الكارثات اللي كيوقعوا كل مره في بلادنا، وشنو هو السبب؟ واش الطبيعه هي فقط مسؤوله، ولا تنهيب ديال البنيه التحتيه؟ هذا السؤال جاوبوا اوتوماتيك حميد.
دابا عندنا واحد السؤال اخر، علاش هاد الناس اللي كيقيسوا هاد الكاريتات ما كيجي لهم لا المعاونه من المخزن لا الزيارات ديال شي مسؤول سياسي؟ تا هما تنف ميستر جونز الا بغيت تجاوب على السؤال مرحبا. شكرا لك خويا طالب، شكرا للزير الريف، تنشكرك بزاف على هذا البرنامج وعلى الاستضافه ديالك لينا حنا في هذا البرنامج ديالك، هذا الشرف لينا كبير باش نكونوا معاك. شكرا لك. اولا قبل كل شيء بان هاد الناس اللي هاد الضحايا هاد الشعب الجريح اللي تتمارس عليه الديكتاتوريه اللي المال ديالو تنهب، هو بطبيعه الحال رخيص عند النظام، يعني ولا شيء ما تيسوى حتى شي حاجه، يعني تعتبرهم مجرد عبيد، مجرد سلعه للتجاره، ما كاين حتى شي مشكل. بعكس فاش نشوفوا ان شي اجنبي تيموت في المغرب، تيتحركوا الهليكوبتر، تيتحركوا الاطباء، الطاقم الطبي، الناس تطلع من تحت الارض، والشموع والورود والعزاء والعزاء للسفاره والدوله وباسم جلاله الهاليك. يعني واش هذا الشيء اللي تنشوفوا احنا استخفاف؟ يعني لهالدرجه ان الانسان او المواطن المغربي يعني الروح ديالو رخيصه للدرجه اللي ولاو تلعبوا به كيف بغاو؟ واش تبني اللي تيران في مسار ديال الوادي وجه الوادي وود الحرام؟ وفينكم اولاد الكلاب يا السراقه؟ غتسناو لي جلاله الهالك راه غيقطع الزياره ديالو مسكين من الكابون باش يجي يعز الضحايا مسكين. انا قطع لي القلب ديالي، اني اتالم واتالم دابا مع الشعب، نشوف التالم ديال بصح اللي تتخطب عنا كل مره طالع لنا بفيلم دموع التماسيح، هي التمساح، هي التنين. ولكن هذا الشيء كله انا تنوجه اتهام لمحمد السادس المفسد الاول، الارهابي الاول، النهاب الاول، المفترس الاول. ناهيك على وزاره التجهيز، وزاره الخراب، ناهيك على وزاره الاوقاف والشؤون الاسلاميه، انا تنسميها وزاره الارهاب والتخدير الديني اللي غتطلع لنا ببيان قضاء وقدر. يا سبحان الله، قضاء وقدر باش غيريب واحد الجلع على واحد الناس، غتموت 15 ديال الناس، وباش غيجي واحد الفيضان غيدي اكثر من 20 واحد اللي ما عندناش عليه الصحافه السخيفه ديال هذيك البلاد، الصحافه ديال الصرف الصحي، الصحافه اللي غير صحافه، الصحافه اللي تتاخذ الرشاوه من عند الدوله ولا تتاخذ الفتاه باش انها دير الخار للدوله الديكتاتوريه. فينكم المحسنين؟ فينكم اللي القلوب ديالكم تتألم؟ اشنو تنبت هاد الناس اللي غيوصلوا هاد المصير ديالهم المأساوي؟ حنا كل مره تنفيقوا على فاجعه من هذيك البلاد ومن محمد السادس الهلاكي اللي تيدور الزنديق للسياحه انترناسيونال، مسكين غيقطع لنا الزياره من الكابون. يا اسفتا، انه يتألم، يخطب 90 مليون ويتألم، وباني لي بني لي تيران فوق الوادي وجه الوادي ديك يا ود الكلب يا محمد السادس، يا الشرديم، يا المفترس، يا الارهابي الاول. ولكن هذا الفساد انت اللي مسؤول عليه محمد السادس، انت اللي مسؤول على هذا الفساد كله. قبل ما غتحاكم هذوك المفسدين الارهابيين اللي بحالك، خصك انت تحط راسك في قفص الاتهام وتحكم على راسك بالاعدام شلقا. تحياتي لكم الاخوان، شكرا لكم على هذه الاستضافه هذه. شكرا لك اتوما تنغ ميستر جونز، شكرا لك على النضال ديالك وعلى المجهود ديالك اتوما تنغ. السؤال اتوما تن، واش الملك محمد العلوي كيهمو هاد المشاكل اللي كيقيسوا المغاربه؟ السؤال الحميد اتوما تنغ. حميد مرحبا، اتوما تنغ حميد، واش راك معنا في الاستماع؟ انا معك اخويا، شكرا. وغير كنذكرك بان بينك فلويد راه معنا، غير للتذكير فقط، وانا ناخذ الجواب، وخويا ياخذ الا كان عندك اخويا سؤال اخر غتوجهه مباشره لخويا بينك فلويد. اوكي تفضل حميد. اوكي شكرا لك خويا. انا لا اعتقد بان هذاك الانسان له در أن طوم ديال العطف ولا الحنان ولا الإحساس، لأن الإنسان من كيولي طاغوت، والطاغوت شبيه بالبرغوت، الطاغوت هو البرغوت، والبرغوت راه كتقرصك كتاخذ لك الدم، وماشي كتقول هذا راه مريض، وخا تكون مريض غادي تقرصك وغادي لك الدم وتمرضك مرضى أخرى. نفس القضية عند العلويين،
الشعب مريض ولكن مازال غيمرضوا، لان لا يعقل انه كارثه من هذا الحجم لو وقعت في اي مكان في الدنيا، اي مكان في الموزمبيق راه الرئيس غيقطع، رئيس الدوله كيقطع الاجازه ديالو، هو عنده العام فيه 12، هو عنده 13 شهر ديال الاجازه، هذا راه عنده عام والفلوس ديال الاجازه الا غيعيش معك انت 10 ايام فما قال احد لحد. انسان راكم كتعرفوا الخوت وهذا الشيء ما مخبيش، راه في وسائل الاعلام، راه مشى للكابون ودا العائله ودا دوك الخدم وستات طائرات عسكريه 630 مشات هزي الفراش وهزي المقارج والقلاس من كيخرا والغطا باش يتغطى واللي غندفنوه فيه. فما هذاك الانسان لا يعقل انه غادي، انسان عنده عقل غيقول هذا اللي غادي بست طائرات خاوي المغرب هز ما عرف شنو هز غيفكر ليك انت ماتوا 20 يموتوا 40 يموتوا كاملين، الناس اللي معاه هما اللي كيهموه، العائله المصغره والقراده اللي دايرين به. تحياتي مره اخرى وشكرا لك على الاستضافه والمايك فري. شكرا لك تومه بن حميد. السؤال، هذه الكارثه الاخيره اللي ضربت تيزرت اللي ماتوا فيها 7 ديال الدراري وزيد عليها الخسارات ديال الاموال ديال المواطنين، لو كان بشي بلاصه اخرى ولا شي بلاد اخرى لو كان المسؤولين السياسيين تحاسبوا، علاش عندنا ما كيتحاسبوش؟ تومه بن بينك فلويد الى بغيت تجاوب على هذا السؤال مرحبا. نعم نعم، شكرا اخ طارس، تحيه جمهوريه لجميع الاخوان والخزو العار للعياشة الكلاب والنظام الهلكي المستبد. أولا الإخوان خصنا نعرفوا بأن هذه ماشي فاجعة طبيعية، وإنما هي داخل فيها أيادي ديال النظام اللي هو ممون فلوس دافعين ضرائب ديال الشعب باش باني تيران فوق الأرض، وهو اللي عطي الرخصة، وهو اللي ممنعش في حالة ما إذا خرجونا بديك الطريقة ديال أن هذيك مبادرة ديال الشباب من أجل إنشاء ملعب فكخصم من عواديك المسألة، وهذه أمر واضحة. ثانيا هذاك المستبد السياسي اللي كيطلع وكيأخذ المقاعد على ظهر حالة المسائل هذا فهو أول واحد خصو يتحاسب، وجميع الناس اللي كيساندوه من أسفل الهرم حتى لرأس الهرم كلهم يعني مستبدين وفاسدين وخصهم المحاسبة. وهذا الشيء اللي بغيت نقول لكم الإخوان، حيت المسألة فيها استغلال يعني الصورة من أجل يعني الوصول لمطالب شخصية، والأمور هذه راه هي اللي خصنا نوضحها. أما المسألة ديال الكارثة الطبيعية فهي غير واردة بتاتا، ومعمر الكوارث الطبيعية ما كيكونوا بهذا الشكل هذا. وهذا ما كان الإخوان، تفضلوا. شكرا لك تومة النخ بينك فلويد. السؤال، محمد العلاوي راه في الكابون، كنعرفوا بلي راه في الكابون، واش غادي يشوف بعدا غيشوف الانترنت ولا التلفزيون ولا الإعلام باش يرد الاخبار وشنو واقع في البلاد اللي هو نورمالمون مسؤول فيها، لكن ما ديما خارج ما كيضلش فيها، واش بعدا غادي يرد الاخبار على شنو واقع في البلاد؟ السؤال تومه النغ ميستر جونز، مرحبا. مرحبا بكم ومرحبا بالسؤال ديالك. اولا قبل كل شيء التعريف بالحيوان المهدد بالانقراض اللي هو محمد السادس، اصلا هو تيقول لك بان ورث المغرب ورث مجموعه ديال العبيد وورد شي ممتلكات وشي قصوره والمناجم ديال الذهب. انا في الراي ديالي الشخصي هذاك ما تيعنيش، يعني مجرد حشرات ماتت ما كاين حتى شي مشكل، هو اللي عنده المهم هو ما تقاش العائله الهلكيه المفترسه الصغيره ديالو، هذوك مصاصين الدماء. هذا هو الهم ديالو الوحيد، بان المصالح ديالو تبقى في هذيك البلاد اللي هي النهب ديال الثروات اللي ما تتقاسمهاش مع الشعب اللي من حق هذيك الارض اللي حنا موالين هذيك الارض. ما هو دخيل، هو احتلال، هو ما تيسام التشرعية ديالو من حتى شي واحد في داك الشعب. واش الإخوان شي واحد صوت على هذا الملك باش يبقى؟ واش سام التشرعية منا هنايا؟ أنا ما تنعترفش به أصلا، ولا تنعترف بهذاك الكواغط ديال هذيك البلاد ديالو أصلا، لأنه هو محتل، لأنه هو فوق واحد الأرض اللي هي ديال مواليها، عندها مواليها اللي هما حنا. أما هو التاريخ ديالو رجع للتاريخ ديالو راه عارفو، علاش تزور في التاريخ محمد السادس ديال المغرب؟ علاش وواجه الناس بالصراحه؟ الا عندك الشجاعه ياك انت امير المؤمنين ما تتخافش،
ياك انت هلكتي شعب على قدو، خرجهم بصراحه قول لهم التاريخ ديالكم، كنتم قراصنه في شبه الجزيره العربيه، الاصول ديالكم من العراق عريب بوشيانات، جيتوا لهذيك البلاد نهبتوها. يا ما تقدرش تقولها، قول احنا التاريخ ديالنا واضح وباين، ما عندك ما تنفي حتى شي حاجه، انتم ملصقين في هذيك البلاد. اللي تتهضر لي على الثوره، ثوره الملك والشعب، شمن ثوره درتي انت؟ انت درتي الثوره حرق القبائل، جبتي فرنسا باش تحرقنا، هذه هي الثوره اللي تنعرفوها الحقيقيه، ثوره الملك على الشعب، اللي ذبح الشعب، اللي قهر الشعب، اللي قتل الشعب، ومازال لحد الساعه. يعني انت عاد غيهموك الناس راب عليهم جبل، ولا بنت صغيره تحرقات بطريقه ماساويه، او هم الفيضان. راه انت بعدا راك فيضان بعدا محمد السادس، انا سنقولها لك من هنا، انت اكبر مصيبه عرفناها على التاريخ ديال المغرب هو انت، لا انت لا العائله الشرديمه، انت يا مصاصين الدماء، اللعنه عليكم والخزي والعار على الاتباع ديالكم يا محمد السادس. تحياتي لكم الاخوان. شكرا لك تومه النغ مستر جون، شكرا لكم كاملين المشاركين الشرفاء اللي كيناضلوا في الحق ديال البلاد ديالنا المقموع، او الشعب ديالنا المقموع. وهذا البرنامج ديالنا كنا ماشي غير ديالي، راه كنا مشاركين، وكنا كنعطيو الصوت ديالنا لهذيك البلاد وهذيك الشعب اللي هو مقموع. والموعد ديالنا مع الشعب ديالنا ومع الجمهوريين الشرفاء ديالنا الى الفيديو الجايه. شكرا لكم وأعزو لكم كاملين.